أهلا بيكم، معاكم شاهينة سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون، وفقرة بإيجاز مع شاهينة. أحب الأول أني أشكركم جدا على رد فعلكم على فقرتي اللي فاتت. بجد أنا مبسوطة جدا أنها عجبتكم، وإن شاء الله في فقراتي اللي جاية هقدم ليكم معلومات وحاجات كتيرة جدا تفيدكم وتسليكم كمان في نيوزيلندا. أحب أبدأ النهاردة فقرتي معاكم بتقديم الدعم للمشاريع العربية في نيوزيلندا، ونعمل مع بعض حملة دعم علشان نقدر ان احنا ككيان عربي واحد نطلع المشاريع دي للنور، مش بس المشاريع الصغيرة، لأ وكمان المشاريع القائمة في نيوزيلندا ان شاء الله. ناس كتيرة ما تعرفش ان في نيوزيلندا مشاريع عربية جميلة تستاهل الدعم والتشجيع. انا كنت فعلا بدأت حملة على صفحتي على الفيسبوك بدعم المشاريع العربية عشان اقدر اوصلها للنور، بس حبيت كمان استغل جزء من فقرتي معاكم هنا بحملة تانية، وان شاء الله تكون حملة ناجحة. طيب الحملة دي هتكون ازاي؟ كل اللي انا محتاجاه منكم انكم تبعتولي على صفحتي Living in New Zealand by شاهيناز مشاريعكم وتفاصيل عنها، وانا هخصص جزء من الفقرة كل اسبوع بالاعلان عنها وعن اماكنها وازاي نتواصل معاها لو كانت مشاريع اونلاين. احب ابتدي معاكم النهاردة ان انا اعلن عن بعض المشاريع العربية الجميلة جدا اللي في ناس كتيرة ما تعرفش انها موجودة اصلا في نيوزيلندا. اول مشروع معايا النهاردة اسمه Designed by Sue. المشروع ده موجود هنا في اوكلاند. هو عبارة عن ايه؟ المشروع عبارة عن رسم لوحات مستوحاة من التراث العربي بتاعنا، من الثقافة العربية. عايزين تشوفوا اكتر عن مشروعها ادخلوا على صفحتها على الفيسبوك Designed by Sue ودعموها وشوفوا لوحاتها وقد ايه لوحاتها دي جميلة. المشروع التاني اللي معايا النهاردة عن الحلويات. مين فينا ما بيحبش الحلويات؟ المشروع من ويلينغتون اسمه ليفانت سويتس. المشروع عبارة عن تقديم حلويات شرقية بجودة عالية جدا، وكمان مش بس حلويات شرقية، كمان عمل كيكات بطريقة محترفة وطريقة جميلة جميلة جميلة. عايزين تعرفوا اكتر عن المشروع ادخلوا على صفحتها على الفيسبوك اسمها ليفانت سويتس نيوزيلاند، وشوفوا قد ايه روعة المنتجات الجميلة. وعلى فكرة هي كمان بتشحن لبعض المدن التانية غير ويلينغتون. ادخلوا على صفحتها وادعموا المشاريع العربية. مشروع كمان معايا النهاردة وهو مشروع جميل جميل جميل، وهو اسمه كيكس باي مايا. المشروع ده موجود هنا في اوكلاند. مايا بتعمل كيكات، مش بس كيك، لا ده بتحكي منه حدوتة، بتشوف في الكيك بتاعها شكل مختلف خالص عن اللي احنا متعودين عليه. عايزين تعرفوا انا بتكلم عن ايه ادخلوا على صفحتها على الفيسبوك كيكس باي مايا، هتلاقوا اللي انا بتكلم عليه وهتلاقوا قد ايه الشغل اللي هي بتعمله ان هي روحها باينة فيه والحب باين فيه، قد ايه ان هي حابة التصميم بتاع الكيك وبتحكي منه حدوتة، مش بس انك هتاكل كيك. كمان في خبر حلو قوي ان الوير هاوس ستيشنري عامل حملة لدعم المشاريع. عايزين تعرفوا تفاصيل عنها اكتر ادخلوا على صفحتهم على الفيسبوك وير هاوس ستيشنري، او ادخلوا على موقعهم هتلاقي تفاصيل كتير عن الحملة. وهي باختصار انك هتدخل او هتدخلي لو عندك مشروع، او لو عندك مشروع هتقول تفاصيل عن مشروعك، هتتواصل معاهم عن طريق ابليكيشن هم حاطينه، وبعد كده هم هيتواصلوا معاك لو تم اختيارك انهم هيعملوا لك اعلان. فتفاصيل اكتر عن الحملة دي ادخلوا على صفحتهم على الفيسبوك وير هاوس ستيشنري. اتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. طبعا لسه في مشاريع كتير عربية موجودة في نيوزيلندا، وللأسف مش هعرف أعلن عليها كلها مرة واحدة. إن شاء الله على مدار فقرات اللي جاية هتلاقوني بعلن على كم مشروع في الفقرة، وإن شاء الله تدعموهم وتشوفوا قد إيه إن في نيوزيلندا عندنا مشاريع عربية جميلة محتاجة إنها دعم، محتاجة إنها تطلع للنور إن شاء الله. أتمنى إن أي حد عنده مشروع يتواصل معايا على صفحتي Living in New Zealand by شاهيناز، عشان أقدر إن أنا ولو جزء بسيط إن أنا أطلع مشروعك للنور وأعرف الناس إن قد إيه نيوزيلندا فيها مشاريع جميلة. نروح بقى للجزء التاني من فقرتنا والجزء المرح في فقرتنا، وهو هسميه فسحة ومعلومة. ليه فسحة ومعلومة؟
ده باختصار هختار ليكم مكان او مدينة هقولكم على معلومات فيها وتروحوا عشان تروحوا هناك وتستمتعوا بالانشطة الجميلة اللي فيها. طيب يا ترى ايه المكان او المدينة بتاعت النهاردة؟ المدينة النهاردة من حلاوتها مش قادرة اوصفها بايه ولا ايه ولا ايه، وهي مدينة تابو. المدينة دي مكانها في نص الجزيرة الشمالية. طيب فيها ايه مميز يعني يا ست شهناز عشان تكلمينا النهاردة عن تابو؟ تابو فيها مميزات كتيرة جدا وفيها أنشطة كتيرة جدا. أولها هتكلم على البحيرة بتاعتها، ودي نتجت نتيجة انفجار بركاني من 300,000 سنة، والبحيرة دي مساحتها كبيرة جدا وتقدر تعمل فيها أنشطة كتير. زي ايه بقى؟ أولها انك ممكن تاخد كروز مركب، والمركب دي بتاخدك في البحيرة في مناطق فيها كتير، منها الماوري روك. الماوري روكس دي صخور في وسط البحيرة منقوش عليها نقوشات بالماوري جميلة جدا. ده غير طبعا في رحلات للصيد هناك بتتعمل، يعني حاجة بقى لهواة الصيد وهواة الرياضة الجميلة دي تقدروا تعملوا فيها النشاط ده ان شاء الله. طيب في كمان ايه هناك؟ في حاجة اسمها شلالات الهوكا فولز. الهوكا فولز دي بتقدر انك تاخد فيها مركب بتمشي فيها، وفي اخر النهر بتلاقي الهوكا فولز. شلالات جميلة جدا ونشاط برضو حلو انكم تعملوه سواء شخص لوحده او كعيلة. طيب في ايه تاني كمان مميز في طابو؟ مميز صيد الجمبري. صيد الجمبري ازاي هنصطاد جمبري؟ ايوه هناك في مكان مخصص لصيد الجمبري. طبعا الانشطة دي في حاجات ممكن تعملها مجاني وفي منها بفلوس. الانشطة دي اللي انا بقولها انك هيكون ليها رسوم، تمام؟ نشاط الجمبري ده او صيد الجمبري، انتوا هتروحوا مكان مزرعة للجمبري، بتروحوا وبتصطادوا من هناك جمبري وبتاخدوا الجمبري اللي انتوا اصطادتوه. فنشاط جميل 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 جدا، بالذات للناس اللي هي بتحب الجمبري وان هي عمرها ما اصطادته يعني، فده برضو نشاط حلو. في حاجة كمان حلوة قوي، ان الممشى بتاع بحيرة تابو ده جميل للناس بس اللي هي عايزة تستمتع بالمنظر بتاع البحيرة وبالهوى الجميل، والممشى هناك رائع جدا جدا. طيب في ايه تاني هناك ممكن نعمله؟ في نشاط الجيوثيرمال اللي هي الأنشطة البركانية. ممكن ان احنا نروح مكان بيبقى فيه النشاط البركاني اللي هو الجيوثيرمال، نتفرج على الابخرة اللي طالعة من الارض والطين المغلي والحاجات دي كلها. طبعا الاماكن دي بتختلف بتاعت الانشطة البركانية، في اماكن الرسوم بتاعتها غالية شوية وفي اماكن تانية رسوم بتاعتها قليلة، في ده وفي ده، وفي مسافات طويلة للمشي وفي مسافات قصيرة. حاجة تانية بتميز تابو ان هي قريبة جدا من تونجاريرو ناشنال بارك. فتونجاريرو ناشنال بارك دي مكان ان الناس اللي هي غاوية تتسلق على الجبال، عايزة تعمل الكروسنج اللي هي اسمها تونجاريرو كروسنج. في ناس كتير ان هي بتروح تأجر بيت في تابو او بتحجز مكان في تابو، وفي رحلات ان هي بتطلع من تابو لتونجاريرو ناشونال بارك، فبيقدروا هناك ان هم يروحوا يمارسوا الرياضة الجميلة دي، وفي نفس الوقت لو في وقت الموسم بتاع التلج الناس هناك بتروح علشان تستمتع بالتزحلق على الجليد وبتستمتع بالأنشطة دي. ففي هناك كمان الناس ممكن تروح حتة اسمها فاكا بابا فيليج، دي موجودة عند تونجاريرو ناشونال بارك، فالناس تستمتع بالمنظر وتستمتع بالأنشطة الكتيرة اللي هناك، سواء طبعا مع عائلتها أو وأطفالها أو لوحدها يعني. ففي ده وفي ده. طبعا جميع التفاصيل اللي أنا بقول لكم عليها دي هتلاقوها على موقع lovetapo.com. الموقع ده مخصص لمدينة تابو، عليه جميع المعلومات اللي هتفيدكم إن شاء الله في زيارتكم. لو بتخططوا لرحلة قريب لتابو ما تنسوش تحطوها في اختياراتكم، لأنكم فعلا هتتبسطوا هناك وهتدعولي. أحب كمان أقول لكم إن علشان تعرفوا أماكن الحلال في موقع حلو جدا اسمه halalbites.co.nz. الموقع ده بيوريكوا جميع الأماكن اللي في نيوزيلندا، مش تابو بس،
جميع الأماكن اللي في نيوزيلندا الحلال. وإنتوا كمان باختصار لو إنتوا على جوجل كتبتوا حلال ريستورانت إن تاوبو هيطلع لكم أماكن كتيرة جدا. ففي أماكن حلال في تاوبو، في سوبر ماركتس في تاوبو، لو إنتوا ما لقيتوش الحاجات الحلال اللي إنتوا بتحبوها تقدروا تشتروا حاجات من السوبر ماركت وتقدروا تاكلوها، فدي مش هتكون مشكلة كبيرة، لأن الحمد لله دلوقتي نيوزيلندا فيها أماكن كتيرة للحلال والأكل الحلال. جينا دلوقتي لنهاية فقرتنا، ويا رب أكون قدمت معلومات مفيدة وخفيفة ولطيفة. هستناكم تتواصلوا معايا على صفحتي Living in New Zealand by شاهيناز عشان نقدر نكمل حملة الدعم المشاريع العربية ونطلعها للنور. هستناكم تكلموني، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع، وإن شاء الله أتواصل معاكم ونقدم حاجة كويسة للجالية العربية في نيوزيلندا. كانت معكم شاهيناز سليمان من برنامج بالعربي على راديو 89.0 من هاملتون. شكرا لكم.